الذكرى 300 لواقعة شناق قلعة الشهيرة التي تحل ذكراها في 18 من آذار من كل عام. تستذكر فيها تركيا ملحمة صدت من خلالها محاولات عالمية لاحتلال شبه جزيرة غاليبولي، البوابة الأهم لاحتلال مدينة اسطنبول. وكان الهدف من احتلال اسطنبول كما خططت له انجلترا وفرنسا المتحالفتان وقت ذاك، فتح طريق لإمداد روسيا بالمساعدات العسكرية والغذائية إبان حربها ضد ألمانيا. الاستيلاء على المضائق بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وإيقاع مدينة اسطنبول تحت السيطرة كان الهدف لما له من منافع تجارية وعسكرية لدول التحالف إنجلترا وفرنسا. وبدأت الحرب في عام 1914 بقصف سفن الأسطول العثماني للمرافق الروسية في البحر الأسود، والتي كانت تجهز فيالق لاحتلال المضيق. وحاك القدر الظروف لتبدأ معركة شناق قلعة بشن أسطول مؤلف من سفن إنجليزية وفرنسية هجوما واسعا بلغ ذروته في 18 من آذار عام 1915، إلا أن هذا الهجوم باء بالفشل ليعدل أسطول التحالف عن الهجوم البحري ويستبدله بالهجوم البري والاستيلاء على المواقع الدفاعية الساحلية. وعلى الرغم من أن قوات التحالف أحرزت في البداية تقدما في بعض المناطق، إلا أن إرادة الجنود العثمانيين أجبرتهم على التراجع لتفشل مخططات الحلفاء باحتلال غاليبولي، رغم وصول قوات الإمداد الاسترالية والنيوزيلندية من مصر. وخرجت بذلك القوات الأجنبية جميعها من شبه جزيرة غاليبولي في كانون الأول من عام 1915. الله أكبر، الله أكبر. جناق قلعة معركة سقط على أرضها 250 ألفاً من الأتراك والعرب في الدولة العثمانية بين قتيل وجريح ومفقود، في حين سقط 252 ألف قتيل من القوات المتحالفة، فهي لا تمثل آخر انتصار للعثمانيين على قوات التحالف، بل تمثل الوحدة الإسلامية المفقودة منذ ذلك الحين.